ولازلت أتعلم منكم، والشكر كل الشكر لإقامة هذا المهرجان، معناها اعتراف بدور الفنان في دول مجلس التعاون. هذا المهرجان وغيره من المهرجانات اللي نلتقي فيها كلنا في أيام قليلة، ولكن نسعد بلقاءاتنا وما نظهر فيه من اقتراحات للمستقبل، ولكن دائما كل هذه الاجتماعات والاقتراحات لا تنفذ في المستقبل، ونرجع نقول نفس الاقتراحات ونفس هذا مرة ثانية بمهرجاناتنا الأخرى. أما بالنسبة للسلسلات ما بين الماضي والآن، موضوع أنا ما كلمة تحديات. التحديات في مجال واحد، نعم أنا معاك، إذا كان هناك في مباريات، في مسابقات، في تنافسات، في يكون في تحديات، التحديات بالقوة بالشد العطاء. لكن هني تحديات بين جيلين، إذا كان أنا ما ظهرت إلا على ظهر الجيل السابق وخبرة الجيل السابق، فمعناه ما تحديت أنا. أنا أخذت منه وكملت المسيرة، ولكن هذه المسيرة يجب أن تكون جيدة، يجب أن تكون بما رآه المؤسس لهذه المسيرة من الأول.